لمتابعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة البغاز. كيفما قريتوا في العنوان مباشرة في الأثناء لحظة وصول رجال الأمن إلى حادثة سيارة، الحادثة اللي تسبب فيها طاكسي ضرب سيدة وتعرض لكسور خطيرة. نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية. السيدة طبعا اللي تم نقلها إلى المستعجلات أو إلى مستشفى محمد الخامس على وجه السرعة. نتمنى من الله عز وجل أن الإصابات تكون خفيفة، علما أن المصادر من عين المكان كتقول أن الإصابات خطيرة. الأسباب مجهولة طبعا، هذا هو دور رجال الأمن اللي هنا في الموقع باش يعرفوا الحيثيات ديال هذا الحادث. نتمنى من الله السلامة والعافية. طبعا متابعينا الأوفياء، واجب علينا في مثل هذه الأيام وخاصة في مثل هذا المساء اللي كيكون الاحتفالات وكتكون بزاف ديال الحوايج، واجب علينا أنه نردوا البال ديالنا فاش كيكونوا الشوارع عامرين والناس كيدوروا بزاف، واجب علينا أنه نردوا البال ديالنا متابعينا الأوفياء. أيضا في لحظة تساقطات المطريات كيكون كيطيح الشتا دائما كيكون الخطر مضاعف بحكم الانزلاق ديال السيارات، فدائما واجب علينا انه ردوا البال ديالنا متابعينا الاوفياء. نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية، حتى انتم بامكانكم او حتى انتم ما تبخلوش على السيدة بالدعاء ديال الدعاء ديالكم. ربما كانت عائدة من العمل، ربما كانت خارجة للحانوت، ربما شيء من هذا القبيل ودخل فيها طاكسي، فواجب علينا كاملين انه ندعو لها بالشفاء العاجل. وايضا متابعينا الاوفياء، واجب علينا كاملين انه نلقاو نردوا البال ديالنا في مثل هذه الحوادث او في مثل هذه المواقف، كما قلت المواقف اللي كيكون فيها الشتا كيطيح ويكون فيها الانزلاق، ايضا المواقف ديال الاحتفالات فاش كيكثروا الاحتفالات، واجب علينا انه نرد البال متابعين الاوفياء. من هنا بث مباشر اخر، نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية، اسال الله ان لا يصيبنا واياكم في مكروه. على امل اللقاء بكم ان شاء الله في بث مباشرة اخرى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.